رحب مباشرة بالعمان بالدكتور فارس البكري، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور فارس. بداية، مع كل هذه الأرقام، هل فعلا ما زال الوضع الوبائي تحت السيطرة من قبل وزارة الصحة؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك وفي مشاهديك ومستمعيك. حقيقة نعم، يعني لا يزال الوضع تحت السيطرة، ولكن يعني نحن نرجو أن لا يعني يتم أن لا نشاهد زيادات أكثر من ذلك. يعني هو المقياس والعبرة في عدد الإدخالات وقدرة الجهاز الصحي على تحمل هذه الإصابات. طبعا هذا كله مرهون بالمستقبل وبالأعداد، وتقيم كل هذه الأعداد والأرقام تقيم، واستجابتنا لها أيضا تقيم. ولكن عدد الإدخالات مرتبط بارتفاع عدد الإصابات سيد الدكتور فارس، يعني عندما نتحدث عن ارتفاع في أعداد الإصابات تزيد من احتمالية أعداد الإدخالات للمستشفيات. هل العدد الذي نتحدث عنه الأسبوع الماضي الجمعة الماضية، نتحدث عن أكثر من 13,000 إصابة بنسبة فحوص إيجابية 5%، هل هذا الرقم طبيعي تحت السيطرة؟ وما هي احتمالية ازدياد هذه الأرقام لا سمح الله مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه بشكل عام؟ يعني حقيقة زيادة الأعداد ليس بالضرورة مربوط بزيادة الإدخالات، قد تكون مثلا الأعداد أو الإصابات مركزة مثلا في الشباب، في فئة الشباب مثلا أو الأعمار الصغيرة، وهذه النسبة هذه الفئة يعني عادة تكون الإصابات فيها خفيفة أو لا تحتاج إلى الدخولات. يعني أكثر الدخولات عادة تكون عند المرضى الكبار أو الذين عندهم نقص مناعة. طبعا هذا ليس يعني ضمان لصغار السن أنه لن يصيبهم يعني مضاعفات، يعني إن شاء الله لا يصيبهم، لكن تكون نادرة حقيقة. فهذا قد يفسر مثلا أنه زيادة الحالات وقدرة الجهاز الصحي على الاستمرار في عمله. لكن طبعا يعني الأردن بلد في العالم، وفي بلدان كثيرة مثلا زادت الحالات فيها إلى يعني أرقام كبيرة جدا. نأمل أن يعني يتم بالمقابل اتخذت إجراءات هذه البلدان دكتور فارس. نعم، البلدان التي تتحدث عنها بأنه ارتفعت فيها أعداد الإصابات، بالمقابل اتخذت إجراءات للحد من ارتفاع هذه الإصابات. ما يعني ممكن اتخاذه الآن من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة من توصيات للحكومة لعلى الأقل إبقاء هذه الأرقام في هذه النسب في الفترة القادمة؟ يعني الدول اللي تكلم عنها يعني حقيقة إما الأرقام كانت فيها عالية جدا جدا، وأدى ذلك إلى يعني مشاكل في حتى في ضغط على القطاع الصحي، وبعض البلدان حتى شهدت مثل بريطانيا شهدت زيادة، لكن لم يرافقها مثلا زيادة في الوفيات، وهم يعني يراقبون الوضع مثلا. فكل دولة يعني ترى إلى الوضع الوبائي كحالة خاصة وهي تصمم استراتيجيتها. نحن في الأردن يعني الوضع مريح حقيقة، أو مستقر، خلينا أقول مستقر، لا نريد أن نشهد زيادة. يعني أنا أوصي الناس يعني طالما سألت بالتطعيم، يعني هو التطعيم حاليا هو أهم شيء، يعني أهم شيء للاستمرار بالحياة ولمقاومة المرض ولتقليل عدد الحالات. نعم، هنا السؤال دكتور فارس، يعني ضعف في الإقبال على التطعيم في المرحلة الماضية، والآن دراسة موضوع الجرعة المعززة لمن تلقى جرعتين ومرت فترة محددة على تلقيه للجرعتين، ولكن في ظل ضعف الإقبال وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات، هذه المعادلة كيف يمكن الموازاة بينهما؟ وكيف قرأتم الرقم الذي تم ذكره اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم بأنه في إصابة في يوم واحد تم تسجيل 1024 إصابة ما بين الطلبة والكوادر التعليمية في المدارس؟ هل هذا الرقم يشكل نقطة تحول أو لربما خوف لدى اللجنة الوطنية للأوبئة؟ يعني اكيد كل الارقام يعني تؤخذ باهميه، يعني لا سواء قليل او كثير كل الارقام تؤخذ باهميه، لكن انا اتذكر يعني انه الاردن مجتمع فتي، يعني نسبه الطلاب في على مقاعد الدراسه 2,000,000، فهذا الرقم يعني كنسبه لا تبقى يعني قليله. نعم. فيما يخص المعلمين، يعني تم
يوجد اخبار يعني يوجد نسبه كبيره من المعلمين قد تم تطعيمهم، وهذا يعني ان شاء الله سيوفر يعني لهم مناعه. لكن انا ادعو ايضا طالما ذكرت الطلاب، يعني التطعيم مفتوح للثانويه الفئه العمريه من 12 الى 18 سنه، وهو امن وسليم وقامت به دول كثيره متقدمه وتراجع المضاعفات، ويعني وهو امين. يعني انا انصح الجميع بأخذ المطعوم لهذه الفئه من 12 ل 18 سنه، وهذا يحمي الاطفال اولا من مضاعفات الكورونا على المستقبل، وايضا يحمي عائلاتهم. وان كان هناك مثلا بتعرف مثلا احنا عندنا مثلا ممكن يكون في اعمار كبيره موجوده في البيت، يعني ثلاثه اجيال قد تكون موجوده في البيت، فهذا يعني يعطي حمايه للاسره. نعم وايضا أشكرك. هناك طبعا نعم تفضل اكمل الفكره دكتور فارس. انا بدي اذكر كمان موضوع انه نسبه الاقبال على التطعيم عند كبار السن ايضا يعني نريد ان نراها اكثر من ذلك. نعم يعني نسبه كبيره من المواطنين فوق الستين سنه، يعني تقريبا حوالي 40% لم ياخذوا التطعيم. يعني ف يعني لا ادري ما هي المبررات، ممكن عدم ثقة، ممكن كسل، ممكن عدم القدرة على الوصول إلى المراكز، ممكن عدم التطبيق. أشكرك للكورونا. وصلت الرسالة، أشكرك جزيلا من عمان دكتور فارس البكري عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، كنت معنا، شكرا لك.